تحكي ولا تسمع. أنا بسيطة في السيارة معنا العجل هاي تركتهم هلا هاي معليش معليش كثير آسفين للتأخير آسفين أهلين أهلين وبعد Thank you.
سقطها من كل وصمة لسابق معرفتك بموت ابنك. هب لنا بشفاعتها أن نبلغ إليك طاهرين بربنا يسوع المسيح ابنك الذي يحيا ويملك معك باتحاد الروح القدس ناها إلى داهر قراءة من سفر التكوين. بعدما أكل آدم من الشجرة ناداه الرب الإله وقال له أين أنت؟ قال إني سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاتبعت. قال فمن علمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عن أن تأكل منها؟ فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة ماذا فعلت؟ فقالت المرأة الحية أغوتني فأكلت.
وفي الشهر السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم الفتاة تميزت بأنها كانت ترى العذراء، رأت العذراء
892 تستريح في الزباب. في الزباب جابوها إذن بعد ألم. في الزباب كان الألم شوي، صار الألم أثقال وأثقال. في الزباب مات الخوري اللي كان معها مؤسس للرهبنة وقائدها بأمر من سيدتنا مريم العذراء. مات أبونا طنوس في المصر وحضرت ورجعت على الزبابتي. وانا اقرأ في كتاب ابونتي في اليوم بيقول ورجعت بلا رجاء، سكر كل شيء بوجهها، العذراء بطلت تظهر لها، ابونا طنوس مات، فيش حدا كافي منها، راهباتها مش مستعدات تساعدنها، راهبه تتالم وحملت المها واتت الى الزبابتي. لكن في اخر الكتاب بيقول ولكن ظهورات العذراء مريم لم تنقطع عن مريم الفنصي. مين قالكم انه بيت مريم الفنصي القريب من مكان المكتبه ما كانش مركز انها طلعت مريم الفنصي مره من غيرها وشافت العذراء تحكيها بالضبط في مكان المكتبه؟ لانه هو بستان الدير. قد تكون العذراء مريم حكتها هناك، بدأت تتأسس هناك المكتبة. قد تكون لما خرجت من غرفتها المطلة على دير الخوري رأت العذراء مريم قوما قرب الدار، تأسست هناك مزار صغير للعذراء مريم أسميناه سيدة الانتصار. قد تكون العذراء مريم ظهرت لهذه الراهبة في أجواء الدير بجنب الكنيسة الأولى لما كانت في البستان، بنيت هناك الكنيسة الكبيرة. قد تكون العذراء ظهرت للراهبة هذه في أرجاء هذه المنطقة، بنيت الكنيسة الخامسة. اللي بقولكم منه في عذراء للبرتغال في الزبابدة عذراء، وعذراء الزبابدة أكيد ظهرت لأم مريم المنصير في هذا البلد. فبالتالي نحن إذ نكرم مريم المنصين نكرم العذراء مريم فيها. الآن اسمحوا لي شوي سيدي، لما اجت مريم المنصين على الزبابة شو كانت الزبابة في حالتها؟ طلت إحصاءات الكنيسة والمدرسة من إحصاءات شوي صغيرة على زمانات الأم مريم المنصين. سنة 1892 كان عدد الطائفة لما اجت مير ماريا الفونسين 240 واحد. كان في المدرسة في 24 ولد و30 بنت. تعمدوا في هذاك السنة 9 أطفال. تناولوا مناولة فصحية 68 مناولة فصحية. توفى 11 واحد. 17 واحد من اخوتنا الروم صاروا لاتين. ابونا تزعلش. صاروا 17 لاتين بس في سنة وجودها 19 واحد لاتيني صاروا روم. هذه في اول سنة اجت مريم الفنصين على الزباب. سنة 93 لما كانت هون الطائفة ما تحركتش كثير. 243 واحد. أولاد المدرسة نزلوا. من 24 صاروا 15. بنات المدرسة نزلوا. من 30 صاروا 25. عدد العمادات كانوا 9 صاروا 18. مناولة الفسحية كانت 68 في السنة الثانية 90. زواج ما كانش فيه ولا زواج في سنة 93، في سنة 92 كان في 10 زواج. وفاة في السنة الثانية مات 15 واحد من الزباب. صاروا 4 من الروم لاتين في السنة الثانية، ولا واحد من اللاتين ما صاروا. إحصاءات
عمامة في علاقتهم بالمكتب. والآن اسمع، اسمع الرسوم والأحكام التي أنا معلمكم لتعملوا بها لكي تحيا. لتكن هذه الكلمات، لتكن هذه الكتب المقدسة التي أنا آمرك بها، لتكن اليوم في قلبك، وكررها على بنيك، وكلمهم بها إذا جلست في بيتك، وإذا مشيت في الطريق، وإذا نمت، وإذا قمت، واعقدها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على
اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع رسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وبالمسيح نرفع إليك أيها الآب القديم في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد بحسب مشيئتك أنت الحي المالك أبد الدهور.